سي العزاز، مساحة الأرض 149 متر وفوقي كتعطي 161 متر، كتزاد المساحة ديال البارك. خليكم معايا في الفيديو باش نصوره ونعطيكم كلشي في التفاصيل. الكراج عنده جوج ديال البيبان وعندهم العلو ويمكن لك تعمل السدة. خليكم معايا في الفيديو. بسم الله، السلام عليكم. هنا كاين الكراج كما كتشوفوا معايا اخوتي، عنده العلو ديالو تبارك الله، يمكن لك تعمل السدة. الدار كتواجد منطقة برانس طنجة، تقريبا جميع المرافق العمومية، تقريبا كسبرطة، تقريبا طريق الرباط مرجان. موقع رائع، قريبا بنديبان، قريبا من سنانة، المهم سونتر فيل، موقع مخير، قريبا كلشي. كراج عندو العلو يمكن لك تعمل السدة. خليكم معايا في الفيديو اخوتي العزاز، باش غادي نصورو طبقة بطبقة ونعطيكم كلشي بالتفاصيل. هنا كاين الدروج كما كتشوفو معايا، الطلعة ديالو مرتاحة. هنا كاين واحد تراستيرو، قسم الأغراض اللي عندك زايدين تما ولا بغيتي ترجعو حامة. المهم الدار محافظة بجميع الوثائق ديالها. خوتي العزاز، هذا الطابق الثالث، يعني نفس الصالة اللي كاينة في الطابق الأول كاينة في الثاني. ثلاثة ديال البيوت، الصيلة مفتوحين بعطيتو، جوج الحمامات والكوزينة. هنا الصالون نس مفتوحين بعطيتو، كما كتشوفو معايا الدار مسلوحة ونقية. هنا كاين الحمام، يعني كاين جوج ديال الحمامات بلاهوت ديالو مجهز، كلشي ديالو تما، بلاطو ديال الدوشة. هنا كاين جوج ديال البيوت، عندو إطلالة على باتيو، البيت بالبلاكار ديالو. تبعوا معايا الفيديو باش نصورو الدار كاملة اخوتي. كما قلت لكم 149 متر في الارض وفوقي كتعطي 161 متر. بيوت كبيبرين، دار فيها في صالة غزالة تبارك الله، يعني تصور بالتليفون. كاين دار كبيبرة المساحة ديالها، يعني قلنا تما جوج ديال البيوت، هذه الدخلة الرئيسية. هنا الصالون مفتوحين بعطيتو، هنا كاينه الكوزينه، من ثلاثه بيوت فيها كوزينه تبارك الله كبيره، مرمو ديالها بلاكاريس من تحت ومن فوقي، ارضيه مزلجه، الدار فينيا غزاله، دخل وسكن. من ثلاثه بيوت فيها اخوتي، هذا البيت هذا بالحمام ديالو، ها الدخله الرئيسيه تما كاين الحمام. هنا كاينين جوج ديال البيوت، هنا الصالون مفتوحين بعطيتو، هنا البيت الثالث بالحمام ديالو، وهنا كاين الكوزين. ها يعني نفس الفصالة اخوتي اللي كاينه في الاول في الثاني في الثالث. وخليكم معايا باش نطلعوا الطابق الرابع. الدار كتكون الطابق الارضي فيه الكراج، عنده واحد التيراسه كبيره درجه على الشارع ديال العشرين. الدار كتكون من كراج بطراسة كبيرة وأربعة ديال الطبقات والروتري، الروتري في السطاح فيه 120 متر زائد الطراسة. هاد الدار كتواجد تجزئة برانوس طنجة، قريبا كسبرطة، قريبا بالفلوري، موقع رائع. كل طبقة فيها ثلاثة ديال البيوت، الصالون مفتوحين بعطيتهم، جوج ديال الحمامات. الدار محافظة بجميع الوثائق القانونية ديالها. هذا الحمام، ما شفتو معايا خوتي العزاز، ها الدار نقية بالسقف ديالها، كلشي ديالها. أنا خوتي الدروج كبيبرين من 90، بغيتي تطلع شي أتات، شي حاجة، شي تلاجة، المهم درجة الطليعة ديالو مرتاحة، الدار نقية غزالة ما شاء الله، صحيحة البني ديالها، الموقع مخير فيها. بسم الله على بركة الله.
دابا حنا خوتي العزاز كنتواجدوا كاتريام ايطاج الطابق الرابع. كما قلت لكم اخوتي نفس الصاله، مغير فيها غير اللون ديال الزليج. بسم الله خوتي العزاز، نفس الصاله اللي كاينه في الطابق الاول كاينه في الطابق الرابع. الروتريس صالون مفتوح للكوزين امريكانا وبيت والحمام والتراسه كبيره. هذا الطابق الرابع كما كتشوفوا غير اللون ديال الزليج مبدل، الحمام جاهز، لاهو ديالو، كلشي ديالو. نبداو مع هاد جوج دبيوت هادو، من بعد نصورو البيت الثالث. إذا بغيتي تشري هاد الدار تعملها مشروع د الكرا، القيمة ديال الكرا كل طبقة تكريها بواحد 3500 درهم في الشهر. هاد جوج ديال البيوت عندهم إطلالة على باتيو، باتيو كبير ومتسع تما، كبير باتيو تما تبارك الله. شد بيه حد العيد شي مناسبة. هنا اخوتي العزاز كما كتشوفوا البيت بالبلاكار ديالو من ناحيه الهدوء الكام. هذا الدار اخوتي صراحه مشروع، تعمل فيها شي مدرسه بريفي، تعمل شي مشروع شي تعليم اللغه. الدار مشي مشى تبارك الله، جات على الشارع، على الشارع ديال 20 ولا 16. هنا اخوتي العزاز الدار غزالة تبارك الله ما شاء الله. هذه البوابة الرئيسية، هنا كاين الحمام، تما كاين على يدنا اليسار كاينين جوج ديال البيوت، تما جوج ديال البيوت، واحد بيت تما بلاكار ديالو. هنا الصالون مفتوحين بعطيتهم، هنا كاين الحمام، هنا كاين عاوتاني البيت الثالث بالحمام ديالو، وهنا كاين الكوزينه بلاكاريز ديالها من تحت وفوق. الدار جديده غزاله نقيقيه ما شاء الله تبارك الله، بلاهوط ديالها تسمى بلاصه ديال اللاهوط. انا خوتي العزاز منطقه برانس طنجه، الدار كتواجد تزي. هنا كما كتشوفوا معايا البيت الثالث، هذا البيت تبارك الله كبير، شمش اطلال على الشارع بالحمام ديالو. هنا كتجي بانيرا، عفوا هنا بلاطو دو تشاب لاهو ديالو، المهم الحمام جاهز باللابابو بكلشي ديالو. أنا خوتي العزيز كيما قلت لكم الدار محافظة بجميع الوثائق القانونية ديالها وكلشي. والأثمنة أخوتي العزاز اللي كيقولها صاحب العقار هي اللي كنذكرها في الفيديو، ما كنزيدش شي حاجة من راسي ولا كان هادي، فهمت؟ أنا أخوتي العزيز طلعة الدروج، المهم دار نقية تبارك الله. هذا الطبق الرابع أخوتي، خليكم معايا في الفيديو. أنا قلت لك بغيتي تشري هاد الإستثمار فيها خيرة، كنت بقاتك راه 3500 درهم. خوتي العزاز هنا كاين الروتري، هاد الروتري هنا كاين كوزين أمريكانا مفتوحة الصالون، على برا كاينه الطراسه. هذه البوابه الرئيسيه، الباب النوع اللي ممتاز ديال اينوكس. هنا كاينه واحد الحمام مجهز بكل شيء ديالو، هو الحمام كبير. بسم الله على بركه الله. هنا كاينه بيت النعاس بالبلاكار ديالو، البيت بلاكار ديالو اخوتي، دار غزاله نقيقيه، الله يسهل على كل واحد والله يرزق كل واحد كل ما في النيه ديالو. يعني هاد الروتري اخوتي فيه السكنه، فيه بيت كبير، كوزين امريكانا، الحمام كبير متسع مجهز بكل شيء ديالو. على برا كاين واحد التيراسه عندها اطلاله رائعه.
ملي كتشوفوا اخوتي يعني التصوير كنصور انا غير بالتليفون، اما الا جيتي شفتي الدار مباشره غادي تعجبك حسن ملي شتيها في التليفون. السقف ديالها كما كتشوفوا الدار ما فيها لا بروده لا غموليه لا والو، الدار رقيقيه ناحيه الهدوء والكم، الدار غزاله تبارك الله. هنصور هنا قلنا عندنا الدراسة كتبان المنار من تما، كتبان فدان تشابون وين واش جيرة الهرارش، جهاد الخراب طنجة بالية الثانية مالاباطا مويم محمد دار بانورامي. خليكم معاه. هاد الدراسة خوتي فيها ستالاسيون تسخن وبارد، فيها واحد كريفو د الما بغيتي تصبن شي زربية شي مناسبة د العيد. هنا خوتي العزاز كما كتشوفوا معايا إطلالة رائعة من ناحية الهدوء الكام، السقف ديالها خليكم معايا. دابا هذا خوتي العزاز كنا صورنا أربعة ديال الطبقات، وهذا الرودري أربعة ديال الطبقات والرودري، ها هو الرودري فيها السكنة بيت صالح حمام كوزينة. ودابا غادي نطلعو للسطح، كل ما كطلع كتعلى كتزيد تفجج. ها اخوتي العزيز هنا كاين السطح اخوتي، ها هو السطح عاوتاني من زاوية اخرى كيبان جبل كبير، كتبان الرميلات اتجاه ديال السلوقية، الطلعة ديال كتبان هنايا ديك مسطرخوج بالفلوري، عندك منظر بانورامي، كتبان ايبيريا محمد الخامس، الدنيا غزالة تبارك الله ما شاء الله. خوتي العزاز مول الدار كيقول الثمن ديالها 590 مليون، فيها شي بركة مفهم، لا كان شي واحد معقول فلوس ديالو واجدين كاش وعندو النية تشرا شي واحد يكون معقول مرحبا، تجي تشوف الدار تفاهم مع مول الدار وميكون غير خير ان شاء الله اخوتي. هذه المعلومة اخوتي، والروتري قلنا المساحة ديالو 149 متر الروتري، هذا 120 عفوا الروتري فيه 120 متر. المهم هذه المعلومة اخوتي، الارض 149 متر وفوقي كتعطي 161 متر، والروتري قلنا 120 متر، كوزينة امريكانة بيت كبير بالطراسة كبيرة، المهم دار غزالة جات عالية مفجة جات موقع مخير. ما نطولش عليكم فيديو، الرقم الهاتف فيه الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.